اتحجر في الصين بداية كورونا، صحفي وكاتب وروائي، مدير محتوى تيك توك في الشرق الأوسط. تاني محمد كمال، صحفي مصري، رحلته قادته لتوثيق الحجر الصحفي من الصين. الغرفة 520 كانت مصدر خوفه وقلقه وإلهامه في نفس الوقت، بعد ما كانت هي ملجأه وقت العالم كله كان في حالة هلع، وفيروس كورونا حول الكوكب كله لمكان صامت عاجز ممنوع يتحرك. تاني هو كاتب وصحفي وروائي، حالياً بيشتغل في تكنولوجيا المعلومات وبيشغل منصب مدير المحتوى في تيك توك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اشتغل هاني صحفي ومراسل في عدد من المؤسسات الإعلامية، وتخصص في مجال الإعلام ودراسات الاتصال، وحصل على بكالوريوس الاتصال الجماهيري ودراسات الاتصال والإعلام من الجامعة الأمريكية في دبي. لكن قبل المرحلة دي هاني كان درس الإعلام في مصر وتخرج سنة 2012، واشتغل حاجات كتير ملهاش علاقة بالصحافة، منها الشغل في معرض عربيات ومعرض أساس. بدأ هاني حياته المهنية بعد التخرج على طول من خلال موقع وجريدة اليوم السابع اللي كانت طلب خريجين جدد ومتدربين، وهاني وقتها وقبل بعد ما عمل الانترفيو. اشتغل معاهم لمدة 3 شهور تحت التدريب، ولأنه اشتغل في فترة 2013، الفترة اللي كان كلها شغل بسبب المظاهرات والحياة السياسية في مصر اللي ما كانتش مستقرة، فعمل شغل كتير كمراسل ميداني وعمل مداخلات تلفزيونية كتير، واسمه اتحط على موضوعات أكتر، ودي الحاجة اللي كان بيحلم بيها وبيحبها. أثبت جدارته لحد ما وصل لمنصب نائب رئيس قسم الشؤون الخارجية في اليوم السابع. هاني بالرغم من انه ساب شغل الصحافة بشكله التقليدي الا انه اقرب لقب لي هو لقب صحفي. هاني لما كان مسؤول عن قسم الخارجي كان شغال وبيغطي اخبار قارة اسيا، وفي يوم من الايام قرر انه يسافر على الصين في الوقت اللي حصل فيه اللي كل العالم ما كانش مستنيه ولا متوقعه، فيروس كورونا يجتاح العالم. هاني يومها قاعد يقرأ الاخبار، لقى ان الرحلة اللي هو عليها هي اللي اكتشفوا فيها حالة كوفيد، وقاس درجة حرارته كانت 36. طبعا قاعد يفكر، هل الراجل اللي كان قاعد جنبه هو ده؟ هل قابله؟ هل اتعامل معاه؟ هل اتصاب هو كمان؟ واتعزل في غرفة 520 15 يوم لحد ما يتأكدوا انه هو سليم تماما وما عندوش الفيروس، علشان يسمحوا ليه انه يخرج ويبدأ حياته في الصين. في الغرفة دي جه لهاني الالهام انه يكتب روايته 520. طبعا وهو قاعد فاضي ما بيعملش حاجة، معزول تماما، ما عندوش اي حاجة يعملها غير انه يكتب اللي بيحصل معاه يوميا، وينقل شعوره كإنسان محبوس في غرفة في وضع خطير زي فيروس كورونا. في بداية بدأ يحكي هاني عن الحاجات اللي كانت بتحصل معاه في الأوضة، إحساسه، خوفه، أفكاره اللي كانت بتجيله طول الوقت في الأوضة، سواء شيطانية أو أفكار مخيفة أو أفكار تطمنه، والناس اللي كان بيكلمهم وحكايته مع أصحابه والألعاب اللي كان بيلعبها. وعن سبب تسمية الرواية بالاسم ده، قال هاني الغرفة 520 هي الغرفة اللي أنا كنت محجور فيها، كمان الرقم ده معناه بالصيني إني بحبك. وخلال 15 يوم أنا كنت في أوضة فول عليا، فقعدت اكتب كل يوم بيحصل معايا ايه، ايه الافكار والاخبار والاحداث، وشرح احساس الانسان وهو محبوس. ووصف هاني الفرق ما بين العيشه في مصر والصين، قال ان الحياه هناك سهله، كل حاجه بتتعمل على الموبايل، كل حاجه الكترونيه، كل حاجه معموله هناك بتسهل الدنيا على الناس. كان نفسه الحاجات دي تبقى موجوده في مصر. قال ان اكتر حد وقف جنبه بساهم في تكوين شخصيته هي عيلته، خاصه اخته، اقرب حد ليه، هي اكبر منه بخمس سنين.